بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. منزلة السنة وعلاقتها بالقرآن. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: وسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. قال الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى، يقول رحمه الله: وسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي السنة؟ يقول: آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقواله وأفعاله وتقريراته. عندنا كتاب، وعندنا سنة، وهي التي فرض الله تبارك وتعالى علينا اتباعها والتمسك بها. قال: يبين منزلة السنة وعلاقتها بالقرآن، والسنة تفسر القرآن. وهي دلائل القرآن. فيه بيان مكانة السنة، وهي كونها تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن. فالسنة تفسر القرآن من عدة أوجه، منها تخصيص عامه، ومنها بيان مجمله، ومنها تقويل مطلقه، إلى غير ذلك. والسنة دلائل القرآن، أي تدل على ما يدل عليه القرآن. قال: يبين منزلة السنة وعلاقتها بالقرآن، والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن، فالسنة تبين القرآن. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله إلى كتاب الله، ورد إلى الرسول رد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فهي مرد الناس ومرجعهم، هي والقرآن على حد سواء، فهي في الاحتجاج في أبواب العقائد والأحكام والحلال والحرام وسائر شؤون الدين هي مرجع كالقرآن. ولهذا كان السلف إذا ورد على أحدهم سؤال في عقيدة أو غيرها
يجيب بما يسبق إلى ذهنه من نص قرآني أو نص نبوي، لا تفرقة في ذلك. وسيأتي مثال ذلك من موقف عمر وموقف أبي بكر وموقف ابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وهي دلائل القرآن، فتبين مجملة وتفصل المجمل، توضح المبهم، وتقيد المطلق، وتخصص العام، وتبين لنا الصلاة أوقاتها، أعدادها، تفاصيلها، ماذا نقرأ فيها، ماذا نقول في الركوع، ماذا نقول في السجود، كل هذا من السنة. فالله يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويكثر من ذلك. وسنة بيّنت ذلك وفصلته، فهي دلائل وبينات وتوضيحات لمجملات القرآن، وتخصيصات لعموماته، وتقييدات لمطلقاته، فهي تفسر القرآن كما قال هذا الإمام. إن الأحكام المتلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف: أحدها من فرد به القرآن ولم يذكر في السنة أصلا، الثاني ما توافق عليه القرآن والسنة، الثالث من فرد به السنة. فأهل الإمامة في الدين والفضل وجلالة القدر من أهل التحقيق والرسوخ في العلم والنصح الخالص للأمة يقبلون هذا وهذا، ويدعون إلى هذا وإلى هذا، فالكل حق عندهم. فالله يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويكثروا من ذلك. وسنة بيّنت ذلك وفصلته، فهي دلائل وبينات وتوضيحات لمجملات القرآن، وتخصيصات لعموماته، وتقييدات لمطلقاته، فهي تفسر القرآن كما قال هذا الإمام، وهي دلائل القرآن أيضا كما قال رحمه الله. وليس في سنة قياس، يعني ليس في دين الله قياس، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء النص فلا قياس، لا يعارض بعقل ولا بقياس. الذي غلب القياس على النص حتى عارض النص به لا يخلو من أحد أمرين: إما أنه يعطل النص ولا يعمل به، وإما أنه يكون في حيرة، أي لا يستطيع الوصول إلى حكم. إذا جاء النص فلا قياس، لا يعارض بعقل ولا بقياس ولا برأي ولا بشيء، ما يسعنا إلا التسليم. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. فبعض الناس يغلو في القياس إلى درجة أن يرد بها النصوص، ويقول: هذا النص مخالف للأصول، هذا النص مخالف للقياس، فغلوا في القياس. فالإمام أحمد يشير إلى الرد على هؤلاء، وإلا فقد يوجد قياس أو لا، ولكنه كما يقال كالميتة يلجأ إليه في حال الضرورة. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
يذكر في كتيب له سماه معارج الوصول إلى بيان أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول. يقول: بالاستقراء ما من إجماع إلا وجدنا له نصا. كذلك ما قاست طائفة قياسا صحيحا إلا ووجد كذلك ما قاست طائفة قياسا صحيحا إلا ووجد نص في معنى ذلك القياس. لكن يتفاوت الناس في استيعاب النصوص أو مقاربة استيعابها، وقليل هم الذين استوعبوا النصوص، مثل الإمام أحمد رحمه الله، أو قارب استيعابها. فلهذا تجد عند كثير من العلماء قياسات صحيحة هداهم الله إلى القياس الصحيح، ولكن لو توسع في دراسة السنة لوجد أن هناك نصا من الشارع، لأن الرسول بيّن الأصول والفروع بحيث لم يترك شيئا. قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فديننا كامل لا نقص فيه. فبعض الناس يجتهد ويقيس ويكون قياسه صحيحا، لكن في المسألة النص ما بلغه، ولو بلغه النص لاحتج به وترك القياس. يأتي من بعده ممن درس السنة من الجوامع والمسانيد والمعاجم وإلى آخره، فيجد ابن تيمية مثلا أن هذا الإجماع كان فيه النص، أجمعوا إجماعا صحيحا موافقا للنصوص الشرعية، ولو وجدوا هذا النص لاحتجوا به، لكن ما وجدوا. فجاء من يتتبع كابن تيمية وغيره بالاستقراء، فوجد أن هناك إجماعات قامت وسبقتها نصوص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك قياسات قاسها علماء وهي قياسات صحيحة، ولكن هناك نصوص من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لم تصل إلى علمهم. وعلى كل حال، الإمام أحمد رحمه الله كان شديدا في رد القياس، وكان ينكر كثيرا من الأمور التي يدعى فيها الإجماع، وينكر على من يقول المسألة أجمع عليها القوم، ويقول: وما يدريك أن هناك اختلافا. فليقل: لا أعلم خلافا في القضية الفلانية، ولا يقول: أجمعت الأمة على هذه القضية. يرى الإمام أحمد كغيره أن الأحوط أن يقول لا أعلم خلافا، لأنه قد يكون هناك خلاف لم يبلغه ولم يطلع عليه. قال رحمه الله: ولا تضرب لها الأمثال. هذا القول تأكيد لقول الإمام أحمد، وليس في سنة قياس. فمثلا حينما تجد في الأحاديث المتواترة أن المؤمن ينعم في قبره حتى إنه ليفسح له في قبره مد بصره، وأن المنافق أو الكافر يعذب فيه حتى إنه تختلف عليه أضلاعه ينطبق عليه، فلو قال إنسان: كيف نحن نرى القبور كلها متشابهة، لا نرى لأحد فيها سعة ولا ضيقا، نقول: أولا، هذا من ضرب الأمثال للسنة. ثانيا، هذا الحديث من خبر الصادق المصدوق. ثالثا، التسليم لما جاء في القرآن والسنة الصحيحة، فما عرفت معناه فبها ونعمت، وما لم تعرف معناه فيكفيك فيه التسليم حتى يهيئ الله لك معرفة معناه أو كيفيته.
قال رحمه الله: ولا تضرب لها الأمثال، إذا جاءك نص سلم. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا ساق لك إنسان النص الثابت الصحيح أو الحسن، لا تقل والله والله يعني وتضرب الأمثال. هذا قاله أبو هريرة رضي الله عنه كما في مقدمة ابن ماجه، يعني قال: على من أكل ما مسته النار الوضوء. روى هذا الحديث في الأمر بالوضوء مما مسته النار، فقال له أحد الصحابة: أرأيت الحميم، يعني الماء الساخن، أتوضأ منه؟ قال: يا ابن أخي، إذا بلغك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب، إذا بلغك حديث رسول الله فلا تضرب له الأمثال، يعني سلم. هذه قاعدة بارك الله فيكم. قال رحمه الله: ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء. فتفسير النصوص يكون من الشارع نفسه. النصوص من أين جاءت؟ جاءت من عند الله، فيفسرها كتابه نفسه، أو يفسرها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أمر ثالث. قال رحمه الله: ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، يعني لا تدرك بالعقول ولا الأهواء، تدرك بالنقل. تريد السنة، تريد الهدى، تعلم، أدرس، وإذا جاءت السنة تفقه فيها، استخدم عقلك في فقهها. من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. أما بدون نصوص وبدون سنة وتريد أن تقول في دين الله فهذا من القول على الله بغير علم. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا بد للمسلم من توقيف في العقائد، في العبادات، في الحلال، في الحرام. أما في أمور الدنيا اجتهد، أنتم أعلم بأمر دنياكم. الأصل في القول في الدين التحريم إلا ما أذن فيه الشارع. فإذا دخلت بعقلك في دين الله اتبعت هواك وقلت على الله بغير علم، وهذا من أكبر الذنوب. في بعض الأحيان يصل إلى أكبر من الشرك كما قال ابن القيم رحمه الله، لأنه شرح هذه الآية وقال: إن النص تدرج فيها من الأدنى إلى الأعلى، فأعظمها القول على الله بغير علم، أعظم من الشرك، لأنه يدخل فيه الشرك وغيره. وما الشرك إلا من أقوال أهل الباطل وأهل الضلال. فالحذر الحذر من التكلم في دين الله بالهوى اغترارا بالعقل والذكاء والفهم. وإنما الفقه في هذا النص كما هو الشأن في الصحابة والتابعين، وكما قال هنا: إنما هو الاتباع وترك الهوى. أي لا يحل لمسلم أن ينزل النصوص على ما يراه هو، بل ينزل الحال والمقال على النص. فالحذر الحذر من التكلم في دين الله بالهوى اغترارا بالعقل والذكاء والفهم. وإنما الفقه في هذا النص كما هو الشأن في الصحابة والتابعين، وكما قال هنا: إنما هو الاتباع وترك الهوى، يعني لا تسليط العقل على دين الله ولا تسليط الهوى، وإنما هو الاتباع وترك الهوى وتجرد لله رب العالمين. والله أعلم بالصواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.